refugios donde se albergaban niños cuyo hogar ya había sido destruido. You're asking you about the tea on the fire. شايف هاي زراعتنا، هذا هي هذا زراعتنا. هناك مزروعة عدس غاد، وهنا مزروعة فجل، وهناك مزروعة بصل، وهنا مزروعة بزيلة، وهناك مزروعة قمح. هناك هاي البزيلة زرعتها أول الشتاء، زرعتها أجوا اليهود رشوها بالطيران انحرقت، ورديت زرعتها تاني، رديت زرعتها تاني، واللي بخربوه اليهود بنزرع فيه احنا. ذاك الجبات كمان بيجن هنا بأسر بصير يطخ علينا واحنا بنزرع، وبعد اوقات بطخ علينا بنشرد على الدار، بنروح على الدور. فهمت علي كيف؟ لأن قريبين على المنطقة الحدودية هنا، وبتيجي الدبابة بعد اوقات بتوقف فان كمان أخرى. وايش بدي يسوي الواحد؟ ورغم هيك حنضلنا شغالين في الأرض، لأنه حرام نتركها فاضية. هم اليهود معنيين إنهم نتركها فاضية وتضلها فاضية لهم. هذا مخزن، هذا مطبخ، هذا مطبخ، طلع هذا ضربوه بالطيارة، هذا السقف فوق. هذا قديف من عند اليهود، هذا قديف من تحت اليهود. شايف هاي مكتوب عليها اسرائيل، مكتوب عليها ميدان اسرائيل. شايف احنا مخربين، احنا مزارعين، احنا مش مخربين. طلع الدمار، طلع شوف
طلع الدرجة، طلع الدمار، طلع وفابه. طلع هذا الدباب، اف هذا دباب، وانا كي البوابه تبعتهم بطلع بمشي مع الشريط هذا، بطلع جوا في الارض عندنا هنا وبصيروا يجرفوا هنا. بخاف اموت من الخوف، الاولاد بصير معهم رعب، بضلهم يصيحوا في الاولاد يابا اليهود اجوا، اجوا اليهود، اجوا اليهود، بصيروا يطخوا علينا. الكل بخاف، الكل برتعب رعب. زي باقي اطفال العالم بدنا نعيش احنا كمان، اولادي كمان بدي يعيشوا، من حقهم انهم يعيشوا، مش يضلهم عايشين في رعب وفي خوف وفي طخ وفي صواريخ والطيران ودب ودب. مش عيش هذا، مش حياه هذه. نشتغل ما نقدرش نستغنى عن الدار، يعني دارك وين بدك تروح فيها؟ يعني ندشرها لليهود ونرحل، يعني وين نرحل؟ ارضنا قاعدين فيها وحنضلنا قاعدين فيها، وين نروح؟ They make the siege, they make the terrorist. When they make the blockade, when they blockade everything, they make the terrorist. Not us. We cannot now go to the university. There is no money. We cannot build the houses. We don't have anything to scare, you know. We in the street, okay? For what we scare? You scare if you're rich, if you have villa, if you have money in the bank. We don't have anything. It's mean we can do anything. We can do anything. والله والله لما عصيت على الصبر وجيت تجري فيا قلت بعوض الله فيك يا غدير. من يوم ما كنا قاعدين هنا والله واحنا بنفطر، بعد ما فطرنا ما فطرنا لو اللي جايين بدو علينا على الشباك، لكن والله ما بنعرفوا مين، احنا كنا داخل البيت لو بقولنا اطلع والله ما ضلكوا هنا. صعبنا حالنا، صار قذف علينا من الطيارات، الطيارات تضرب، الصواريخ تضرب، القذايف تضرب، من الرصاص يتراشق علينا من جميع الاماكن يرشقوا فينا واحنا صامدين. اجيت بطلع بقول يا اما وبنتي وين؟ قالوا ابنكم الصاوب، بتصدق بالله ما شفته. اجينا نطلع بطلع حكيت وقلت يا اما هو بنتي ظهري مطرحها يا خرب بيت، يا اما يا غدير. رحت اجري لبنتي مسكت كراسه بنتي، ما قدرتش احمل بنتي. الدبابة كانت على الأسفلت مش بعيدة عني، حركت بيجي فيش 50 متر عني، لو قاتله
لو بس دافعت عن نفسها. انت لا بتردي ولا بتصدي، مع انك شلل تخلف عنك في العقل، مع انك شلل دماغي، عينك لا بتتكلم ولا بس تمشي مشي بطيء، لا قاتلتك ولا بلشوا. طب هي كفايه وانت قاعد على كرسيك، لما شفت انت لما شفتك بالشخصيه هذه وبتحاذر تبان وجهك انت قاعد على كرسيك، بعطف عليها زي حالتي، طلقه جيبها في المغاتل، طلقه في راس القلب اللي يكتلوا على قلبه البعيد، طلقه في راس قلبه نزلت قطعه منها على الارض، والجزء اللي تحتان هذا كله هيته. وين هي وين عندهم انسانيه هذول؟ وين هي الانسانيه؟ طفل زي هادي بنبسطت عليكي تنطق كلمتي اما بعد 17 سنه، وين الشعور تاعتكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وانا عهدكم بعهد الله قولوا للعالم كله ان كل الشهداء انقتلوا بدم بارد. يما يا روحي يما الله يسهل عليكي. Saw in the movies some of the news, women and children running from the war. It's in that area. You see that stairs there? There was a woman laying there too, old woman, and she was killed. These houses cannot live, people can't live in it. It's unsafe. What war? Nobody wants war. But if the people here are forced to go to war, they will forced to defend themselves. Sure. It is natural for Palestinians to defend themselves. Sure. It's all right. Humanity. This sure. is our right. It's either right. I mean, I cannot just sit there seeing you destroying my homes, and the United Nations come and feeds me and say, it's okay, take rice and sugar and all yes. this. Not anymore. I don't want sugar. Yes. I want yes. you to stop that aggression. الومنيوم ايش هذا؟ اشوف ايش اسمه؟ صهيب. His name is Suhaib. This is a child that I'm speechless, and his name is Suhaib. He's 2.5 years old. He was brought out from the rebels inside from the building after removing all the debris. This child was underneath all this heavy concrete, still breathing. And we are right now trying to bring him back to his senses so he can feel, but he, as you can hear him, he still feel the pain. Can he? طلع علي يا عمو، طلع علي هنا.
هي بتطلع علي شو he is a victim, and the whole world should be responsible for such a child. The hospital is trying to bring life and mercy to those people who live in Gaza after the war. What is the crime that the child did for him to live that way? There's no crime for him, just for being a Palestinian. Thank you.